السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم منال من قناة منال كيتشن. اليوم غادي نقدم لكم كيك بالنوازيت، كتجي زوينة بزاف وفي نفس الوقت اللي هي سهلة التحضير. ونبداو المقادير ديال هذا الكيك. غادي نحتاجو 300 غرام ديال النوازيت اللي نكونوا ديجا حمرناها في الفران. دونك هنا عندنا 300 غرام محمر في الفران، 60 غرام ديال الماء، و 200 غرام ديال السكر سنيده. دونك اول حاجه غادي نبداو في لا بريباراسيون ديال لا بات ا نوازيت. دونك انا ديجا حمرناه وغادي كيفاش نقولوا ليها، غادي نقشروه بهذه الطريقه. راه كيكون سخون، غنبقاو نقشرو وحده بوحده. واللي ما تحيدش ليكم ماشي مشكل، هنايا راه بقاو ليا حبيبات ما منقيينش، كيعطيو مذاق زوين حتى هويا، كيعطيو اون كولوراسيون زوينه. دونك غادي نجيبو كاسروله وغادي نديرو داك السكر اللي هي 200 غرام ديال السكر، وغادي نزيدو عليها 60 غرام ديال الماء، وغادي نشعلو عليها العافية وغادي نخليوها تغلى. دونك داك السكر غادي يدوب مع الماء، غادي نخليوه يدوب وغادي يبقى درجة الحرارة ديالو غادي يطلع وغادي يبدا يدير فقاعات بحال هكا. مازال غادي نخليوه يغلى اونكور اون فوا، مازال مني يبقى يغلى كامل تشوفوه راه كامل، ها هو هنايا في الفيديو كله عنده فقاعات، عاد غادي نزيدو لي نوازيت. وصافي غادي نبقاو نحركو فحال هكا حتى غادي يتجمع لينا داك السكر كامل. حنا غاديين وكنحركو داك الماء غادي ينشف وداك السكر غادي يتجمع على لي نوازيت، وتما فاش غادي تكراميليز ها نتوما غادي تشوفوا في لا فيديو. راه كياخذ واحد شويه ديال الوقت هنا حيت قطعت بزاف ديال المراحل، لان طويله كياخذ شويه ديال الوقت. الا نعقل شي ربع ساعه وانا كنحرك شويه بشويه شويه بشويه حتى كينشف. انا راه مازال فيه الماء فريمون، داك السكر راه كينشف ما كيبقاش فيه الماء نهائيا. حتى كتقولوا راه صافي خسر لينا، ولا لا راه ما ضاعش، تما فاش غادي يتكراميليزا؟ هانتوما شفتوه هنا صافي نشف، تقول صافي يمكن راه ضاع، ولكن لا بالعكس، راه الا وصلتوا لهاد المرحله راه مزيان نكملوا. وصافي غادي نبقاو نحركو حتى نشوفو راه البيت غير لينا في اللون بحال هكا. ومازال غادي نبقاو كنحركو شويه بشويه حتى هانتوما غادي تشوفو في لا فيديو. فوالا هنايا هي النتيجه وجد. غادي نديروها في اللاطا باش غادي نايطاليوها وغادي نخليوها تبرد، وتما غادي نهرسوها. هانتوما غادي تشوفوا ايطاليوها بالزربه حيت دغيا كينشف داك السكر. وهنايا راه هرسناه مني برد، لان سخون راه غادي يحرقكم. وغادي نطحنوه، تقدروا تخليو حبيبات للتزيين، انا من هنا خليت حبيبات ديال التزيين. غادي نشدو داك البخاليني كامل، غادي نهرسوه باش ما يهرسش لكم الماكينه، خصكم ديروا دي بتي مخصو. وغادي نطحنوه، نطحنوه شويه بشويه حتى كيطلق داك الزيت ديالو، كيولي بحال كيولي بخاليني. نعطيوه الخاطر، الا شفتو مازال ما تطحنش زيدو طحنوه اونكور اون فوا. راه هنايا قطعت بزاف ديال المراحل، ها هو وجد لينا حتى كيولي ليس، هانتوما شفتو تيبقاو شي بانو دوك الحبيبات. صافي راه البخاليني راه وجد، صافي سالينا هاد المرحله. دابا غادي ندوزو المرحله ديال الكيك.
غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، 125 غرام ديال السكر سنيدة، خمارة وحده ديال 7 غرام، ساشية ديال السكر فانيلا، 160 غرام ديال الطحين، و 125 غرام ديال الزبدة دايبة. وغادي نحتاجو 50 غرام ديال البرالينين اللي وجدنا. دونك هنايا غادي نديرو السكر، غادي نضيفو عليه الزبدة، 125 غرام ديال الزبدة، وغادي نخلطو. ما نحتاجوش الخلاط الكهربائي، غير بيدينا. غادي نخلطو غير نوموجينيو الزبدة مع السكر، وغادي نضيفو عليها البيض. دونك البيض نديرو غير شويه بشويه، ما نحطوش كلشي، نخلطو مزيان كلشي. وغادي من بعد نزيدو، نسيت شويه ديال الملحه، دوك زدت شويه ديال الملحه، نخلطو مزيان. وغادي نزيدو البيضه الاخيره اللي بقات، نضيفو سكر فانيلا، تقدروا ديروه حتى في الاول مع السكر. وغادي نضيفو الطحين اللي درنا معاه الساشي ديال الخماره، بيان سور طحين مغربل باش ما يتكركبش ليكم، ونخلطو الجميع وصافي. اول كيك غادي يوجد لينا، ساهل دغيا دغيا، ما تياخذش فريمون وقت بزاف. لا بريباراسيون ديال النوازيت تقدروا تبريباريوها لا في ولا يومين قبل، ولا 3 ايام، هو كيبقى في الثلاجه ما كيطرالو حتى شي حاجه. غادي يبقى لكم توجدوا غير الكيك في اليوم اللي بغيتو توجدوا فيه، وراه دغيا دغيا كياخذ 5 ديال الدقائق، ماشي بزاف. دونك هنا غادي نشدو لو كار ديال الخليط ديالنا اللي غادي نضيفو معاه داك النوازيت، وغادي تخليو الاكثريه ابيض، وشويه شويه على حساب اللي بغيتو نخلطوه مع النوازيت. كيف قلت لكم النوازيت تيبقى لا بات دو نوازيت كتبقى في الثلاجه ما كتضيعش، تقدروا تحتاجوها في دوطخ بريباراسيون، لو غو ديالها ما كيتغيرش. تقدروا ديروها في دي غلاس، دي كيك، دي كريم، لا بات لا كريم باتيسير اوسي، لا بغيتو ديرو فيها لو غو ديال النوازيت، يعني كتحتاج بزاف ديال الحلويات. هنا خدينا امول اللي هو ريكتانغولير مستطيل، راه ما كبيرش بزاف، راه كيبان كبير في التصويره، ما كبيرش بزاف باش كتجي الكيكه عاليه. يعني الا عندكم المول كبير استعملوا الدوبل ديال المقادير ديال الكيكه. يعني هنايا عندي راك شفتو هكا الكيكه، المول راه صغير. وغادي نضيفو عليه داك الخليط اللي خلطنا معاه النوازيت، نديرو طبقه بيضه وطبقه ديال النوازيت، وغادي نزيدو طبقه ديال البيض اللي بقى لينا. وغادي نزيدو الخليط اللي فيه لي نوازيت باش كيجينا الشكل ديالو زوين من الداخل. ملي كنقطعوها كتعطينا تموجات.
وصافي في الاخير غادي نشدو سكين، غادي تشوفو في لا فيديو، غادي نبقاو نخلطو هكا من اليسار لليمين حنا غاديين، و باش كيجينا داك التما وجات، وكندخلها للفران 170 180 درجه. انا خدات ليا لا كويسون من 40 حتى 45 دقيقه، يعني على حسب المول ديالي، اللي عنده مول كبير ودوبل المقادير على حسب انها تطلع، وديرو غير جوست عمود رقيق ديال الشواء ودخلوه، ولا خرج لكم صافي يعني راه وجدات. وفوالا هذا هو الشكل النهائي ديالنا. اختاريت انني ندهنو بلاباط نوازيت وزوقتها بلي نوازيت، وهادشي كيبقى اختياري. وبالصحة والراحة ان شاء الله.